مسا مسا على كل عشاق دحيح الافلام. تخيلي نفسك حبيتي واحد وفي الاخر اكتشفتي انه مصاص دماء، وكمان حصلت المعجزه وهتخلفه هجين من انسان ووحش، او بلاش وحش دي علشان عشاق الفامبرز ما يزعلوش. يا ترى هتسيبي نفسك انسانه زي ما انتي، ولا هتعملي زي ما عملت بطلتنا النهارده؟ بيبدا فيلمنا ببيلا اللي بتبدا تفوق من اللي هي فيه، واللي فيها ده يا سيدي انها قتلت نفسها ورجعت للحياة تاني. رجعت للحياة تاني وهي مصاصة دماء، وده اللي عملته بعد ما قررت تسيب حياتها كلها وناسها في مقابل الحب. والحب ده يبقى إدوارد بتبقى مش مستوعبة بيلا ان اللي بيحصل ده حقيقي، وبتشوف نفسها في المراية ومش بتلاحظ اي اختلاف في شكلها، بس الاختلاف بيبقى في قوتها اللي إدوارد لاحظها جدا لما زقته ليها، وبتبقى عايزة تشوف بنتها المعجزة اللي بتكون هجين من مصاص دماء وإنسانة، واسمها بيكون ريني سيم. بس إدوارد بيعرفها انها لازم قبل ما تشوفها تعرف تسيطر على طبيعتها الجديدة، وبينصحها انها تاكل الاول تجنبا لاي خطر ممكن يحصل، لان مصاصين الدماء يا صديقي لو جاعوا ممكن ياكلوا ولادهم عادي. بيروح إدوارد مع بيلا في الغابة، وبتكون اول مرة بيلا تستخدم قدراتها الخاصة، وبتكون مبسوطة جدا بسرعتها وبقوة حواسها سواء كان نظر او شم. وبيعلمها إدوارد التركيز والهدوء علشان تقدر تصطاد فريستها الكنغر، بس قبل ما بتيجي عليه بتشم ريحة دم ما بتقدرش تقاومها. بيحاول إدوارد يسيطر عليها، بس لقى بيلا بتجري بأقصى السرعة للريحة، ودي بتكون ريحة دم إنسان بشري اللي مصاصين الدماء مش بيقدروا يقاوموها. بس قبل ما تيجي عليه بيطلع لها إدوارد، وبيفكرها إن الإنسان ممنوع يبقى فريستهم، وأكلها هيعتمد على الحيوانات والطيور بس، فلازم تسيطر على نفسها كل ما تلاقي إنسان قدامها. ويطمنها إن ده هيجي بالتدريب. بتنزل بيلا من الجبل من غير اي مساعدة من إدوارد، وبيكون إدوارد فخور بيها جدا من مستواها في اول يوم كفامبير. بعدها بيلا بترجع مكانها في الغابة وبتستعد انها تصطاد الفريسة، بس بتلاقي اسد جنب فريستها وبيهجم على الكنغر. ساعتها هي اللي بتهجم على الاسد، وبيكون هو فريستها بدل الكنغر. بعدها بيرجعوا بيلا وإدوارد بيتهم، وساعتها بيلاقوا جاكوب مستنيهم. واكيد لو شفتوا الاجزاء اللي فاتت هتعرفوا ان جاكوب مستذئب. بيدخلوا مع بعض لبيتهم علشان بيلا تشوف بنتها لأول مرة، وبتشوف المعجزة بنتها اللي كل عيلة إدوارد بيحبوها لأنها تعتبر الطفل الوحيد الخارق في زمانهم. ولما بتمسكها بيلا بتلاحظ حاجة غريبة بتحصل لها، وهي قدرة رينيسيم في التحكم بذهن الشخص اللي قدامها. وبنشوف رينيسيم بتخاطب ذهن مامتها بأول يوم شافتها فيه، والكل مبسوط بموهبتها الخارقة اللي عمرها ما حصلت لطفل قبلها، وده لأن مفيش فامبير قبل كده كان أب من إنسانة. بس بنلاحظ دلوقتي جيكوب مش عايز رينيسيم تبقى مع مامتها، لأنه شايفها خطر عليها، والكل مستغربه لأن واضح إن بيلا قادرة تتحكم في طبيعتها. وبتحس بيلا إن في حاجة ورا جيكوب تخليه قلقان بالشكل ده، وبتسأله بيلا بكل صراحة عن الموضوع، فبيعترف لها جيكوب إن في حاجة غلط عملها ليها علاقة بطبيعته المستذئبة. بعدها بتدي بنتها لباباها، وبتاخد جيكوب من قفاه لبره البيت، وبتسأله إذا كان اللي في دماغها صح ولا لا. بيعرفها جيكوب ان اللي حصل ده غصب عنه وعضته ليها كان وهو مستذئب، وكان مش واعي للي بيعمله. بعدها بيلا بتفضل تضربه في الغابه لحد ما جه اصحابه المستذئبين علشان يدافعوا عنه. بتضرب بيلا كل المستذئبين، والكل مستغرب من قوتها في اول يوم ليها كمتحوله. بعدها جيكوب فضل يتاسف لها ووعدها انه هيحافظ على بنتها مهما كانت، سواء فامبير او مستذئبه. وبعد شويه بترجع بيلا جوه بيتها، ساعتها بتكون عيله إدوارد عاملين لها مفاجاه، وبيهضوا بيلا للغابه وهي مغمضه عينها. ولما بتفتحها بتلاقي المفاجاه، عيله إدوارد اشترت لها بيت خاص علشان يكونوا براحتهم بعد ما كونوا عيله. بتكون مبسوطه جدا بيلا بحياتها الجديده اللي بتوصفها بالحلم، وبيدخلوا مع بعض بيلا وإدوارد، وبيكونوا معجبين جدا بالبيت، وبيباتوا فيه اليوم ده، وتاني يوم بيرجعوا لبيت العيله. وبتشوف عيلة إدوارد بتعمل بنتها احسن معامله، فبتكون حاسه ان هي اختارت الاختيار الصح، والاختيار كان انها تفضل انسانه او تتحول لفامبير مع حبيبها. بعدها بيعرفوها عيله إدوارد ان باباها قلقان عليها جدا، وكل يوم بيتصل بحد منهم بس مش بيكونوا عارفين يقولوا له ايه. وعرفوها ان لازم تقول له على طبيعتها الجديده. بتكون متوتره جدا بيلا علشان خايفه من رده فعله لما يعرف انها بقت فامبير خلاص واختارت حبيبها عليه، وقالت لهم انها مش مستعده تواجهه
لما تستعد تعمل كده. بس جاكوب قرر هو يواجهه بيروح له مكان شغله وبيطمنه ان بنته بخير وما يخافش عليها. بس حصل فيها شوية تغيرات هرمونية بسيطة، مش بيفهم باباها اللي بيقوله جاكوب ده، هو كل اللي همه ان بنته تكون لسه عايشة بعد اختفائها. بس جاكوب قال له ان لازم علشان يشوفها يتقبل طبيعتها الجديدة، وبيعرفوا ان في كائنات تانية غير البني ادمين عايشين حواليه، وبيلا بقت منهم. وقام في ساعتها وتحول لذئب علشان يعرفه هو قصده ايه. بعدها بيعرف جاكوب بيلا باللي عمله، بتوبخه جدا بيلا باللي عمله من غير استشارتها، وقالت ان اللي عمله ده ممكن يوديها في داهيه، وده لان مفيش حد المفروض يعرف انها عايشه اصلا، لان في جماعه اسمها الفولتوري لو شمت ان عندها ابن هتقتلها. بس بيعرفها جاكوب انه ما قالهوش انها فامبير، هو بس عرفه بحقيقته. كل اللي قاله عنها انها مختلفه وعرفها انه هيجي كمان شويه، فتجهز بقى لمقابلته لان في حاجات كتير لازم تتدرب عليها. بعدها عيله ادوارد بتعلم بيلا الحركات اللي ما ينفعش تعملها قدام ابوها، لان الحركات دي ما فيش انسان بيعملها، دي حركات وتصرفات بس الفامبير. وركبوا لها عدسات بالوان عاديه علشان ما يبانش لون عيونها الاحمر. وبيوصل خلاص باباها مكان سكنها، وبيكون مش طايق حد من اللي واقفين حواليها لان دول الناس اللي استغنت عنه بيلا علشانهم. وبعدها بيمشي عيلة ادوارد علشان يسيبوهم براحتهم، وبنعرف هنا ان باباها اسمه تشارلي. بيسألها ابوها عن سبب اختفائها بعد ما اتجوزت، بيتعرفوا بيلا ان في حاجات ما ينفعش تحكيها له، بس من النهارده مفيش بعد ما بينهم، واللي ينفع تحكيه هتحكيه. بس تشارلي بيكون مصمم انه يعرف وشايف ان ده حقه. بعد اختفائها لمدة شهور لدرجة ان الناس شكت انها ماتت، وسألها اذا كان سرها انها بتتحول لذئب زي جاكوب، بس بيلا بتقول له لا وطبيعتها ما ينفعش حد يعرفها. بعدها بيدخل ادوارد ببنتهم وبيوريها لجدها، بس طبعا تشارلي مش بيكون مصدق ان دي بنتهم لانه عارف ان ادوارد فامبير ومستحيل يخلف. مش بتقول له بيلا على حقيقه الطفله لانها ما تعرفش ممكن يعمل ايه لما يعرف. بيمشي تشارلي من المكان وبيكونوا كل الفامبيرز الموجودين مستغربين بتماسك بيلا، لانه لما كانوا متحولين جداد كانوا بياكلوا اي بني ادم قدامهم. وواحد منهم بيرد عليها يلعبها ريست علشان يشوف جمدانها واصل لفين. بيروحوا الغابة وبيتفاجئ بيلا كل الفامبيرز انها عرفت تغلب واحد من اقوى الفامبيرز الموجودين. ساعتها بيكونوا حاسين ان بيلا عندها قوة خاصة مش عند اي فامبير، واكيد القوة الخاصة دي هيعرفوها قريب. نروح لرينيسيم اللي بتكبر بسرعة كبيرة جدا، وفي كام اسبوع بس شكلها بقى يدي طفلة عندها 7 سنين. بيكونوا كل الفامبير مستغربين من النمو ده ومش لاقيين له اجابة، وده لان عمرها ما حصلت ان يكون ما بين فامبير وانسانة طفل. وفي يوم بيلا بتاخد بنتها علشان تلعب في التلج ومعاهم جاكوب. بالله بتقول لجاكوب انهم يروحوا البرازيل قريب، وده لان في قبيلة هناك ممكن تكون عارفة اجابات اسئلتهم عن طبيعة بنتهم. بنشوف رينيسيم حست بخطر من بعيد، لما بتبص كده للخطر بتلاقيها واحدة بتبص لها بغضب شديد جدا، ولما بتسأل مامتها عنها بتعرفها انها من قبيلة دينالي واسمها ايرينا. لما لاحظت ايرينا ان بيلا بتبص لها بتجري منها بسرعة ومش بتعرف تلحقها بيلا. بعدها بترجع البيت وبيتعرف ادوارد وعيلته باللي حصل، وبيكونوا مستغربين العيلة انها حتى ما سلمتش عليهم بعد ما عدى سنين ما شافتهمش. وبنشوف ريين عند زعيم الفامبير ارو، وده بيكون زعيم اقوى قبيلة في الفامبير، قبيلة الفولتوري. والقبيلة دي كل واحد منها بيكون عنده قدرات خاصة ما يقدرش اي فامبير يقاومها، وارو ده بيكون حاطط قوانين الفامبير كلها على مزاجه اللي لو حد منهم ممشيش عليها هيبيت قبيلته. وبنتفاجئ ان ايرينا بتخون صحابها وبتفتن عليهم، وعرفتهم ان قبيله الكوليين اللي منها عيله ادوارد بيرتكبوا جريمه ضد الفامبير، وانهم خلقوا طفل خارق للطبيعه. وبيروح ارو يستخدم قدراته في الاحساس علشان يعرف اذا كانت بتكذب ولا لا، وفعلا بيلاقيها صادقه، وبيؤمر قبيلته انهم يتحركوا من المدينه علشان يجازوهم. نروح لبيلا وعيلتها اللي بيعيشوا اجواء عائليه جميله، بس ده لحد ما اليس بقدرتها الخاصه حست ان في خطر جاي ناحيته، وعرفت كل عيلتها على رؤيتها اللي شافتها، وهي ان ايرينا راحت فتنت عليهم لقبيله الفولتوري، وعرفتهم بالسر اللي المفروض محدش يعرفه. وساعتها بيقعدوا ليله مع بعض علشان يلاقوا حل للمشكله. دلوقتي بنعرف معلومات جديده ما كناش نعرفها، والمعلومات دي عن الاطفال الخالده. وبيشكوا ان ايرينا مفكره ان رينيسيم طفله خالده، علشان كده افتكرت انها خطر عليهم. والطفل الخالد ده ليه تاريخ في تدمير البشريه، لانه ياما دمر قرى كامله وناس بالعبيط، وبنوبة غضب منه
انه يقدر يقتل كل الكائنات الحية اللي قدامه من غير اي تحكم في النفس. والطفل الخالد ده بيتولد لما بيكونوا الاب والام خارقين للطبيعة، وده بيحصل كل فين وفين، ولازم لو حصل يتم قتله فورا. ده قانون عمله قبيلة الفوليتوري بعد استغاثة الفامبير ليهم من اللي عملوه في قبائلهم. بس بيلا وعيلة ادوارد بيبقوا عارفين ان رينيسيم مختلفة، لان لما حملت بيلا فيها كانت لسه انسانة مش فامبير. بس عيلة ادوارد بيعرفوها ان قصة رينيسيم دي عمرها ما حصلت قبل كده، ومش عارفين هيتقبلوها الفوليتوري ولا لا. فادوارد بيقرر يجمع عدد كبير من الشهود الفامبير اللي شهدوا على حمل بيلا وهي انسانة، علشان يشهدوا قدام الفوليتوري باللي حصل يمكن يصدقوهم. تاني يوم لما بيصحوا بيقرر كل واحد منهم يجمع اصحابه وعيلته، بس بيتفاجئوا ان اتنين منهم هربوا علشان خايفين من اللي ممكن يحصل، ومنهم اليس. والباقي بيجهزوا شنط سفرهم علشان هيجمعوا الفامبير من كل دول العالم. وعلشان بيلا وادوارد يضمنوا الامان لبنتهم بيروحوا لبيت قرايبهم في روسيا علشان يعيشوا فيه لحد ما يجمعوا اكبر جيش من الفامبير لمواجهه اخطر قبيله. وبيتعرف بيلا بنتان العيله دي اللي هيعيشوا معاها من دلوقتي وبتاخدها معاها ليهم، واول ما بيشوفوها بيتصدموا لانهم مفكرينها طفل خالد. بس بيلا وادوارد بيعرفوهم ان رينيسيم نصها انسان زي مامتها. مش بيصدقوهم قرايبهم لان حاسه زي دي عمرها ما حصلت قبل كده. بس بيلا خلت بنتها تمسك واحده منهم علشان تحس بنبضها ودمها، وفعلا بتتصدم انها طفله عاديه مش طفله خالده، وبيوافقوا يساعدوهم بعدها. وبيروح لعيله ادوارد اللي بيلفوا كل دول العالم علشان يجمعوا جيش فامبير، وبيروحوا لمصر بلدنا وبنلاقي رامي مالك فامبير واسمه بنجامي اللي بيوافق يكون شاهد من الشهود الفامبير. وبعد ما بيروح معاهم بيوري رينيسيم قدراته الخاصه من السحر كمان، وساعتها بيظهروا شهود جداد من اريزونا وهم سنا وزافرينا، وخلاص جمعوا 20 واحد شهود ولسه في محاوله مستمره انهم يلاقوا شهود جداد. وفي مره وهم كلهم في الغابه بتستغرب زافرينا جدا من بيلا، وده لان زافرينا غير قوتها في مص الدماء عندها كمان قوه التحكم بعقل اللي حواليها، ولما جربت تتحكم في عقل بيلا مش بتعرف وبيجي لها تشويش. وساعتها الفامبرز عرفوا ان بيلا عندها قوه خاصه وهي قوه الدرع، ودي قوه بتيجي نادرا للفامبر المميزين تقدر بيها تصد اي قوه خاصه. وبيعرفوها صحابها ان قوتها الخاصه دي هتساعدهم جدا لو حصلت حرب بينهم وبين الفولتوري. بعدها بيظهر شخصيتين جداد معانا وهم فلاديمير وستيفان اللي بيروحوا لهم لحد عندهم علشان ينضموا لجيشهم، وده بسبب عداوتهم الشديده لقبيله الفولتوري لانهم بيكونوا السبب في اباده قبيلتهم وما تبقاش غيرهم عايشين كمشردين. وده اللي حصل من 1000 سنه فاتت، ودلوقتي جه الوقت انهم يحاربوا اعدائهم. بس ادوارد وعيلته بيعرفوهم ان غرضهم مش الحرب خالص، هم بيجمعوا الفامبرز علشان يكونوا شهود مش اكتر، علشان يشهدوا ان رينيزيم اتولدت من انسانه مش فامبر. ساعتها بيضحكوا عليهم فلاديمير وستيفان، وده لان من 1000 سنه حصل شبه اللي بيحصل ده بالظبط، وافتكروا انهم لما يجمعوا الشهود هيرحموهم ويسمعوهم. بس الحقيقه المره ان الفولتوري لما بيحطوا حد في دماغهم مش بيرحموه، سواء بقى مظلوم او ظالم، كفايه بس انك نكشتهم. وعرفوهم ان الحرب جايه واحسنهم يفوقوا من اوهامهم ويستعدوا للحرب اللي هتبدا قريب، وممكن نتيجه الحرب دي اباده قبيلتهم زي ما حصل لهم. بتيلا بيلا جدا من الكلام ده وخافت على بنتها، بالذات لما عرفوها بقوه بعض جنود الفولتوري وهي قوه جين المظلمه، وقوته هي الغبار المسبب للشلل والعمى والطرش حتى الاحساس. وبنشوف بعدها الشخصيه دي بتظهر، وده لما كان بيقاتل واحد من الفامبرز اسمه توشيرو. بعد ما سمع هو وقبيلته انه هينضم لجيش قبيله ادوارد، بنعرف هنا ان خلاص الشائعات وصلت للفولتوري باللي ادوارد بيعمله، وهنا بيظهر ارو زعيم القبيله واللي بيكون توشيرو خايف منه جدا، وبيحلف له بالمصحف انه ما وافقش على عرض ادوارد. ساعتها بقدره ارو الخارقه في الكشف عن الكد عرف انه بيكذب انه كان هينضم كل حاجه لولا انهم وقفوه، وبيمر جنوده بقتله وقتل اي فامبير قدامهم عايز ينضم لجيش ادوارد. بيسمعوا عيله ادوارد باللي حصل، وساعتها عرفوا ان الحرب جايه، وبيتعرف واحده منهم بيلا ان قوتها الخارقه في الصد هي الوسيله الوحيده اللي ممكن تساعدهم، لانها لو اتقنت موهبتها تقدر تصد اي ضربه تيجي لاي فامبير مش ليها بس. وساعتها بيلا بتطلب منها تعلمها لانها بتكون لسه جديده ومش عارفه تتقن موهبتها، وبتكون اللي هتعلمها دي اسمها كيتو، عندها موهبه الصعق. بيروحوا الغابه كيتو وبيلا، والتجربه هتكون على ادوارد، والمفروض بيلا تتحكم في ذهنها جدا لصد صعق كيت، وبتحاول بيلا تسيطر على اعصابها بس مش عارفه. بس لما بتشوف ادوارد بيتصعق كتير وحست انه هيتاذي منها بتحاول باستمرار انها تركز جدا، وفعلا نجحت وعرفت تصد صعق كيت. بعدها بتروح بيلا لبنتها اللي بتكون خايفه انهم يموتوا في الحرب، ساعتها بتوعدها بيلا انها مش هتسمح لاي حد يؤذيها طول ما هي عايشه.
بتخرج بيلا من اوضتها وبتقعد مع ادوارد، وساعتها بتلاقي حاجه غريبه جدا، بتلاقي رساله من اليس اللي هربت بعد ما خافت انها تواجه الفولتوري، او ده اللي احنا فاكرينه لحد دلوقتي. وسابت لها في الرساله رقم راجل اسمه جينيكس، وكاتب عنوان واسم الكافيه والساعه اللي المفروض تقابله فيه. مش بتكون فاهمه حاجه بيلا ولا احنا فاهمين، بس اكيد هنعرف بعد شويه الراجل ده وراه ايه. بتركب بيلا وجاكوب ومعاه بنتها العربيه علشان قال ايه يزوروا باباها، بس لما بتوصل بيلا بتقول لهم ان وراها مشوار مهم هتخلصه وترجع، وهي مش عارفه اصلا المشوار ده هترجع منه ولا لا، لانها بتكون رايحه الكافيه اللي فيه جينيكس. بتوصل بيلا الكافيه وبتقابله، وبيعرفها جينيكس ان شغلته تقضيه مصالح واليس عميله عنده من زمان، وعرفها ان اليس بعتت لها رساله مهمه جدا وقام جايب لها فايل. بتفتح بيلا الفايل وبتتصدم من اللي بتشوفه، وهو جواز سفر لبنتها رينيسيم وكذلك جاكوب. وهنا بنفهم ان اليس تقصد ان قدر رينيسيم مع جاكوب مش معاهم، وده لاننا عارفين ان اليس عندها قدره خارقه في الكشف عن المستقبل. وبتفهم بيلا ان بنتها مش هتكون في امان غير وهي مع جاكوب بس، وبتتحسر بعد ما تروح بيتها لما تشوف بنتها بتحضن ادوارد وهي عارفه ان مالهمش مستقبل مع بعض. وبتروح اوضه رينيسيم علشان تلم هدومها وتحقق الرؤيه اللي اليس شافتها من غير ما حد يعرف، وبتكتب رساله لبنتها وبتعرفها ان البعد عنها صعب بس ده لسلامه حياتها. وبيدخل بعدها فامبر من اللي موجودين وبيعرف السر، بس بيوعدها انه مش هيقول لحد، وخلاص ما عادش غير كام يوم على الحرب. وبتكون بيلا خايفه على ابوها ان ممكن يتاذي بسببها، فبتحجز له رحله صيد في اوروبا وبتعرفه انها هديه منها ليه كتعويض على اختفائها. وبيتجمعوا كل الفامبر مع بعض وكل واحد عمال يحكي تاريخ قابلته من حروب واحتلالات، لحد ما جه دور فلاديمير وستيفان اللي بيحكوا عن قبيلتهم العظيمه تاريخيا بس اتدمرت على ايد الفولوتوري لما حرقوا قلاعهم وبيوتهم وقتلوا كبيرهم وصغيرهم وشردوهم. فهم مستنيين اللحظه دي من مئات السنين، عمرهم ما فقدوا الامل ان الفامبرز يتخلوا عن جبنهم ويواجهوهم. وبيبص لهم ادوارد اللي بيكون حاسس بالخوف من اللي هيحصل في الحرب، وبيتاسف لصاحبه كارل ان كل اللي بيحصل ده بسببه وبسبب طيشه، وده لانه ما كانش المفروض يحب انسانه ويخلف منها، بس بيعرفوا كارل ان المفروض ما يندمش على حاجه ما دام بتسعده، ما هو ما اجرمش يعني علشان حب واحده وخلف منها. في الناحيه الثانيه بيلا بتكون بتكلم بنتها كانها بتودعها، وبتديها سلسلتها اللي ملازماها وبتعرفها ان السلسله دي اقيم هديه جت لها، تخليها معاها وما تضيعهاش، وبتعرفها ان يوم الحرب لازم تسمع كلام جاكوب في كل حاجه، لان سلامتها تكون معاه بس، وبتحضنها بعدها وبتودعها وبيجي خلاص يوم الحرب اللي ممكن تغير عالم الفامبير، وده هيحصل لو فاز جيش ادوارد على الفولتوري اللي بقاله مئات السنين مسيطرين على الحكم. بيظهر الشهود كلهم مع ادوارد وعائلته اللي الله اعلم ممكن يبقوا جنود بعد شويه، بس خلينا متفائلين ان ما يحصلش حرب ولا حاجه، ويقدروا يقنعوهم بان رينيسيم مش خالده ومش خطر عليهم. بيظهر بعدها قبيله الفولتوري اللي بيكونوا كلهم لابسين بلاطي حمراء، وده لبس تقليدي مخيف بيعبر عن هويتهم المظلمه. وبيتفاجئوا عيله ادوارد ان ايرينا اللي من دمهم دلوقتي بتقف قصادهم، وبيظهر بعدها المستذئبين اللي بيكونوا في صف بيلا وادوارد، ودي طبعا اول مره في التاريخ تحصل ان المستذئبين حلفاء مع الفامبرز، لان طول عمرهم اعداء والتاريخ يشهد بكده، بس جاكوب وقابلته بيغيروا التاريخ وبيوروا الناس ان الاعداء ممكن يكونوا حلفاء في يوم. بيروح كارل لرئيس قبيله الفولتوري وهو عنده امل ان ما يكونش فيه حرب، وبيعرفوا ان هو وكل الشهود جايين يثبتوا ان رينيسيم مش خطر على بني جنسه، وده لانها اتولدت من انسانه بشريه مش فامبر، بس الفولتوري مش بيكونوا مقتنعين لان اللي بيقولوا ده عمره ما حصل في تاريخهم. في الاول بيأمر ارو ادوارد يجي لعنده علشان يعرف اذا كانت بنته من الانسانه دي ولا لا، وبيروح له فعلا وهو محمي من الدرع اللي بيلا بتستخدمه بقدراتها، وبيشوف ارو تاريخ ادوارد كله وبيعرف انه مش بيكذب، وبيتصدم ان البنت دي فعلا هجين ما بين انسانه وفامبر، فبيأمروا ارو انه يجيب بنته لحد عنده، وساعتها بتكون قلقان عليها جدا بيلا، بس بيضطروا ينفذوا الاوامر. وبتروح فعلا رينيسيم لحد ارو وبيجس نبضها علشان يعرف حقيقه جسمها، وبيلاقي المفاجاه رينيسيم اول طفله في التاريخ تكون هجين ما بين فامبر وانسان، وده معناه ان هي مش طفله خالده ومش خطر ما دام عندها العرق البشري. وبيكون اخو ارو مش مصدق اللي بيسمعه، بيأمر جنوده يجيب الشاهده وبيسالها اذا كان ده ادعاء كاذب ولا يكونش غلطت في شكل البنت. ايرينا ساعتها بتبرئ عائلتها وبتعرفه من دي غلطتها، وساعتها ارو بيأمر جنوده بقتلها وبيقتلوها بطريقه دمويه قوي يا صديقي، بانهم بيخلعوا راسها وبيحرقوا جسمها، وده عقاب اي حد ما يمشيش بقوانين الفولتوري. بعدها بيروحوا عائلتها يدافعوا عنها، بس بذكاء زافرينيا وقوتها الخارقه عمت اخواتها وخلتهم ما يعرفوش يشوفوا. بيروح لهم ساعتها ادوارد وبيعرفهم ان ده اللي عايزين، فلازم يتحكموا في اعصابهم بدل ما يموتوا كلهم،
يستفزوهم. وفعلا إدوارد كلامه صح، لأن جنود الفلتوري بيفضلوا يستفزوهم بقدراتهم الخارقة، بس بذكاء بيلا بتقدر تصد أي ضربة منهم بقدراتها. وبتستفزوهم هي لأنهم مش بيكونوا عارفين مين اللي عنده قوة الدرع اللي تقدر تصد أي ضربة. بعدها كارلي بيطلب من أرو يوقفوا الحرب ما دام مفيش أي اختراق لقوانينهم. بيتفاجئوا برضو أرو هو إن رينيسيم رغم إن نصها إنسان بس هتفضل كائن مجهول مش عارفين خطورته في المستقبل. والله أعلم بكرة لما المخلوق ده يكبر هيشكل خطر عليهم ولا هيبقى صديق ليهم، فالأحسن من دلوقتي يتم قتلها بدل ما تقتلهم هي وبني جنسها اللي هيتولدوا من بعدها. وتحس كده إنه بيتلكك علشان تقوم الحرب، بس قبل ما تبدأ الحرب بتظهر أليس فجأة. بتروح لأرو بتعرفه إن عندها دليل قوي إن رينيسيم مش هتشكل خطر عليهم في المستقبل، وبيأمر أرو جنوده يسيبوها تعدي علشان يقرأ أفكارها. بس ساعتها هي اللي بتخدعه بقدرتها الذهنية، قدرت تقرأ هي أفكاره وعرفت إن هو مقرر إنه يقتلها حتى لو وريته دليل قوي. وبتبص ساعتها لبيلا وتديها إشارة الاستعداد للهروب، وطبعا بيلا فاهمة إن الإشارة ليها علاقة برينيسيم بإنها هتسافر مع جاكوب. والله أعلم القدر هيجمعهم تاني ولا لأ. وبتقول لجاكوب ياخد باله منها لأنه المسؤول عنها دلوقتي. وبعد ما بيهربوا أليس بتتجرأ بضرب قائد الفلتوري أرو، بعدها بيأمر جنوده بيتلاقوا حرق جسمها. بس ساعتها واحد من الفامبير بيروح يدافع عنها، وهو بيجري بيلحق أرو بيخلع راسه من جسمه وبيحرق كمان جسمه. بعدها بعد اللي حصل ده الحرب خلاص بتقوم ما بين الفامبيرز والمستذئبين ضد الفولتوري، وبتكون معركة قوية جدا ما بين طرفين معظمهم عندهم قوات خارقة، وخلت الفولتوري ما يستهونوش أبدا بتحالف المستذئبين مع الفامبير. وانتهت المعركة بمفاجأة مش متوقعة، وهي قتل قائد الفولتوري أرو اللي المفروض هو أقوى فامبير في العالم، وكمان اتقتل على إيدين المتحولة جديد بيلا اللي خلعت راسه وكمان حرقت جسمه زي ما هو بيعمل مع شعبه. وبنتفاجئ أكتر من الأحداث اللي بعدها إن كل اللي حصل ده مش حقيقة، وإن ده كل المستقبل اللي أليس بقدرتها بتوريها لأرو. فبيتعرفوا إنه ممكن يغير رأيه عن الحرب لأنه دلوقتي عرف نتيجتها، وبيكون مصدوم أرو من اللي شافه ومش مصدق إن موته ممكن يكون على إيد متحولة حديثة. وساعتها بيظهر واحد شكله ولبسه غريب، وبنعرف إنه راجل من البرازيل، وبيعرف أرو بنفسه إنه هجين من إنسان وفامبر زي الطفلة بالظبط، وإن الطفلة دي مش أول طفلة تبقى هجينة زي ما هو مفكر. وبيعرفوا انه عايش حياته عادي جدا ويقدر يتغذى على اكل البشر او الدم زي الفامبير، ويقدر يعيش حياته بسلام سواء في وسط البشر او الفامبير. وساعتها مش بيقدر ارو ولا جيشه يتكلموا، بالذات لما شاف ارو نتيجة الحرب في المستقبل وجاب ورا خلاص، وبيعرف جنوده ان مفيش حرب لان مفيش اختراق للقوانين، وبتخلص الحرب وكل واحد بيروح في طريقه. بس طبعا فلاديمير وستيفان مش عاجبهم اللي حصل، لان كان غرضهم انهم يبيدوا قبيلة الفولتوري زي ما ابادوا قبيلتهم، وبيوصفوا بقية الفامبرز بالجبنة اللي مش هيتغيروا مهما عدى الزمن. وبيرجع السلام للفامبرز، وبيلا وإدوارد عايشين مع بنتهم وما تفرقوش. وساتا بتشوف أليس المستقبل تاني، وبنشوف ان جيكوب هيكون هو زوج رينيسيم المستقبلي، وده اللي قصدته بان قدر جيكوب مع رينيسيم قبل كده. وبنعرف في نهاية فيلمنا ان الفامبرز والمستذئبين الاحسن يكونوا حلفاء لسلامة قبائلهم من الإبادة اللي حصلت كتير بسبب حروبهم. ما تنسوش في الكومنتات تقولوا لنا رأيكم في الفيلم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يجيلكوا كل جديد.